نيكول سعفان تحتفل بعيد الحب عبر إنستغرام. أثارت الجدل حول استمرار علاقتها بطارق العريان. ظهرت بإطلالة أنيقة وخيال طارق العريان كان في الخلفية. إليكم في هذه الحلقة تفاصيل ظهور نيكول سعفان الأخير. شاركت نيكول سعفان المتابعين عبر حسابها الشخصي على موقع صور والفيديوهات إنستغرام بصور من احتفالها بعيد الحب، وظهرت بإطلالة أنيقة وهي مرتدية فستان أسود طويل مكشوف الظهر، وكان الديكور عبارة عن بالونات كبيرة من اللون الأحمر، وحملت في إيدها باقة ورد مميزة احتفالاً بعيد الحب. حاولت نيكول إخفاء هوية حبيبها اللي احتفلت معه، فكتبت على الصورة تعليق Happy Valentine Day Lovers Tea. لكن خيال طارق العريان ظهر في واحدة من البالونات السيلفر الكبيرة الموجودة خلفها. ولا جانب ظهوره في صورة داخل برواز على المنضدة، وتفاعل المتابعين مع صور اللي قامت بنشرها، وتساءل البعض عن سبب عدم ظهورها مع طارق العريان رغم معرفة الجمهور بطبيعة العلاقة منذ انفصاله عن أصالة. وأكد الكثير أنهم بيستعدوا للزواج، لكنهم ما أعلنوا عن خطوبتهم رسمياً. نيكول سعفان هي حبيبة طارق العريان الجديدة اللي انفصل بسببها عن زوجته السابقة أصالة، وأثارت علاقة نيكول وطارق جدل كبير بعد الكشف عن تفاصيلها، خاصة وإنها أصغر منه بسنوات كثيرة، اتجاوزت 20 سنة، أي إنها في عمر مقارب لنجل عمر. بدت علاقة الثنائي عندما تعرفت عليه في دبي عام 2018، وازدادت علاقتها به عندما قدمها كموديل في عدد من الكليبات والإعلانات، وكان من أشهرها يا بلدنا يا حلوة لعمرو دياب. بدت نيكول بتعيش بين مصر ودبي خلال فترة تعرفها بطارق العريان، وظهرت معه لأكثر من مرة في الساحل الشمالي، وبعد ما طالتهم الشائعات حكى طارق أنه بعيش قصة حب لم تتوج بالزواج بعد، لكنها أكدت أنه علاقتها بطارق العريان لم تبدأ إلا بعد انفصاله رسمياً عن أصالة، وإنها ليست السبب في أي خلاف وقع بينهم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد.